وسيم عمره 5 سنين، حكى وجكتي كل يوم الصبح بحب ياخذ معه كيس كعك هو رايح بالاوتوكار حتى ما يستفرغ. وبس يوصل على الصف اول شيء بحب يعمله ياخذ قصه يشوف الصور او يحط راسه وينام على الطاوله. وسيم بحب يلعب مع البنات اكثر من الصبح يعمل فرصه، بيلعب مع رشال ومع مريم بيت بيوت والعائله مع بعض، وبيلحقهم من مطرح المطرح. بس هن لما يطلعوا على السلم ينزلوا على المرجوحه بدهم يلعبوا، بصير يقول لهم خلص حلملم حجار على الارض انا هيك بحب، ولما يدق الجرس اول واحد بروح بغسل ايديه وتايروح ياكل. بس يكون بالحطه الرياضيه وعم يعملوا سبار بصير يقول لهم انا مريض وما فيي العب وما فيي ساوي وما بقدر واجري عم توجعني، وبيتحجج ب100 وحده لانه حركاته بتكون مش متناسقه وبيتفركش كثير وما بيقدر اصلا انه هو يتبع التعليمات واللي فيها قصص بده يعربش عليها لفوق. يمكن وسيم عنده استجابه مفرطه لحاسه الدهليزه وبصير بحاله جسم عم بيقول له شت داون، قفل الجسم وارتاح وما تعمل مجهود زياده، لانه اذا حدا دفشه بالسياره او اذا هو طالع بالسياره بصير بحاله عم يتقيأ، يعني بده يجي تيستفرغ وما بيشارك بنشاطات رياضيه لانه بتخليه تأدي لنسبه التواصل مع الاخرين ويبقى لحاله اكثر.